حصاد الدم في نيالا يرتفع إلى 22 قتيلاً وأكثر من 100 جريح. لجنة 6+6 تتهم المبعوث الأممي بتعميق الانقسام السياسي في ليبيا. قتلى بحرائق غابات في 16 ولاية جزائرية، والنيران تمتد إلى تونس. تصاعد الغضب الشعبي في إسرائيل مع إقرار الكنيست أول تعديل في قانون السلطة القضائية. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية التي نبدأها من السودان، حيث أفاد مراسل الحدث بسماع دوي قصف مدفعي انطلق من قاعدة كري التابعة للجيش شمالي مدينة أم درمان، كما أفاد بسماع دوي انفجارات في مدينة أم درمان وبعض مناطق العاصمة الخرطوم، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني. وأفادت مصادر عسكرية بشن ضربات جوية ومدفعية هي الأعنف منذ بداية المعارك في مناطق شرق النيل، كما أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الضحايا إلى 22 قتيلاً وأكثر من 100 جريح جراء الاشتباكات التي اندلعت قبل 4 أيام في نيالا جنوبي دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع. 24 تمشيط العمليات عمل الفاس الشجرة تمشيط منطقة العشرة 24 مردين جرو اشتغل دوشكا 24/7 اشتغل عطارب اشتغل لا أكبر الفاس الشجرة لا أكبر لا أكبر لا أكبر لا أكبر اشتغل ايه. قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية ياسر العطا إن الهدنة التي يطمح إليها الجيش يجب أن تكون بعد نظافة العاصمة والمدن الأخرى من قوات الددعم السريع. حقتنا يا أخوانا بناخدها أسبوع لكن بتين بعد نظافة العاصمة القومية. نشيل فيه النفس بعض التجهيزات والتدابير وأبيض المقدوم مسلم بارة النهود تندلتي الرهد أبو دكنة ينضف تماما ينضف من أي تمرد ترجع كردفان ترجع كردفان الحبيبة كما كانت ترجع الأبيض شمال كردفان الغرة خيرا ترجع أكثر خيرا وبعدها خلف الجنجويد الغتلة النهابة اللصوص المغتصبين السارغين حتى مدى فوق حتى الجنينة حتى البرام. أما على الصعيد السياسي فتعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعا موسعا في القاهرة، هو الأول منذ اندلاع الحرب لمناقشة إنهاء القتال، وشددت في بيان على ضرورة وقف الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، إضافة إلى قطع الطريق أمام مخطط النظام السابق بتحويلها إلى حرب أهلية شاملة. وجددت قوى الحرية والتغيير دعوتها لطرفي الصراع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال مفاوضات جدة.
هذا فيما أفادت مصادر الحدث في القاهرة بأن اجتماع الحرية والتغيير المجلس المركزي ناقش ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل جيش قومي موحد والعمل على توحيد المؤسسات الأمنية وإبعاد الميليشيات عن المؤسسات الأمنية والعسكرية. هذا الاجتماع بزمانه ومكانه يؤشر إشارات سياسية جديدة، ونحن جينا من أجل إنهاء الحرب ومن أجل تأسيس الدولة السودانية على نحو جديد ينهي كافة الحروب ويبني السودان للمواطنة بلا تمييز ولاستدامة السلام والديمقراطية والتنمية في بلادنا، ونحن مقبلون على فجر جديد رغم المعاناة ورغم الألم. هاجمت لجنة 6+6 الليبية المشتركة بين مجلس النواب والدولة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وأعربت عن استغرابها وقلقها العميق من التخبط الذي يسود عمل البعثة، معتبرة أن مواقف باتيلي ساهمت في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني. وأكدت اللجنة في بيان أن باتيلي لم يحاول التواصل معها والاستماع لها حول مقاربتها لحل النقاط الخلافية، مشيرة إلى أن باتيلي في رسالته الأخيرة حاول الإملاء على الليبيين وتضمين بعض الشروط التي لا تعبر عن إرادتهم. وكشفت لجنة 6+6 أن البعثة الأممية لا تطالب فقط بتعديل القوانين الانتخابية بل بتعديل الإعلان الدستوري أيضا، مطالبة بالتوقف عن فرض الإملاءات الخارجية ودعم خطة اللجنة في توحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي أن المشير خليفة حفتر التقى في مدينة بنغازي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي وسفراء الدول المعتمدين في ليبيا، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد، ولم يوضح البيان تفاصيل الاجتماع. وهذا هو اللقاء الثاني بين الطرفين منذ إعلان باتيلي إطلاق آلية لجمع المؤسسات والفاعلين الليبيين أو ممثلين عنهم في مفاوضات شاملة تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية للقضايا الخلافية. نقلت مصادر الحدث عن هاني بعل القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قوله إن القضاء اللبناني أصبح أضحوكة ويستخدم لتحقيق مصالح شخصية، واعتبر أن ما يمر به يجسد مدى الظلم وفساد القضاء اللبناني، كاشفا أن حكام لبنان يشترطون التخلي عن الأموال الليبية البالغة 2 مليار دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه، مؤكدا أن من اختطفوه من سوريا طلبوا منذ اللحظة الأولى المال مقابل حريته. هذا ويصر هانيبال القذافي على إضرابه عن الطعام حتى يتم الإفراج عنه. كشفت صور فضائية الأحد أن إثيوبيا أنهت تخزين 2 ملياري متر مكعب من الملء الرابع لسد النهضة، وارتفع منسوب البحيرة إلى أكثر من 600 متر مكعب ليصبح إجمالي المخزون الحالي في بحيرة السد 19 مليار متر مكعب. ووفق خبراء مصريين فإن الملء الرابع بدأ فعليا في 14 يوليو الجاري بعد أن وصل منسوب البحيرة إلى 600 متر فوق سطح البحر، وبمعدل أمطار من 250 إلى 300 مليون متر مكعب يوميا. وتوقع الخبراء أن تبلغ كمية التخزين الرابع من 20 إلى 24 مليار متر مكعب. تزامنا مع انطلاق الملء الرابع لسد النهضة، تعود المفاوضات للواجهة من جديد وسط ترقب محلي وإقليمي لتداعيات خطوة الملء على دولتي المصب.
مصر تسعى هذه المرة إلى تحديد واضح لأطر المفاوضات من أجل ضمان نجاحها، وسيكون إيجاد اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف التحدي الأكبر. المفاوضات لن تبدأ من الصفر، بل ستبنى على ما انتهت إليه الأطراف، والأمل هو الوصول إلى حل خلال فترة زمنية أقصاها 4 أشهر بشكل يضمن المصلحة المشتركة لكل الأطراف. وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم شدد على أن الحقوق المائية لمصر خط أحمر، لكن التفاؤل بما هو قادم لم يتخطى خانة الحذر لدى الوزير المصري. حقوق المائية ده خط أحمر بالنسبة لنا كلنا كمفاوضين، متفائل بحذر. حذر ده اللي هنشوفه في ال4 شهور القادمة، عندنا فريق تفاوضي على أعلى مستوى. في المقابل تتمسك إثيوبيا بدفاعها عن المشروع وعن طموحها التنموي بدعوى أنه لا يستهدف الإضرار بأحد. أكدت أديس أبابا أن موعد ومكان التفاوض بين الأطراف ستحددهما لجان فنية من البلدان الثلاثة بعد اتفاق بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء أبي أحمد. ووسط مفاوضات مجمدة تتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتيهما سنويا من المياه. ومن المتوقع استمرار عمليات تعبئة السد حتى عام 2027 لملء الخزان بسعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه. إذن 10 سنوات وأكثر من التفاوض بين البلدان الثلاثة لم تسفر عن نتيجة واضحة، وهو ما يعكس حجم التحدي القائم. فالمطلوب إنجاز في فترة 4 أشهر، وهذا يضع ضغطا أكبر على كل الأطراف. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين إثر محاصرة حرائق لثكنة عسكرية في ولاية بجاية شرق العاصمة. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 34 قتيلا بينهم العناصر 10 من الجيش، فيما أكدت إجلاء 1500 شخص إثر نشوب قرابة 100 حريق في 16 ولاية. في السياق، أعلنت الحماية المدنية التونسية الشروع في إجلاء سكان منطقة مالولة في محافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر. وأوضحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في جندوبة في بيان أن رقعة النيران اتسعت بسرعة كبيرة بسبب الرياح القوية. تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية المثير للجدل بأغلبية 64 صوتا. وشهدت تل أبيب مناوشات بين المتظاهرين وعناصر من الشرطة، وأفاد مراسل الحدث بإصابة 4 من رجال الشرطة في مواجهات مع المحتجين في شارع إيلون واعتقال 15 متظاهرا. Yeah.
وخلال الاحتجاجات أصيب 4 أشخاص في حادثة دهس سيارة لعدد من المتظاهرين ضد قانون التعديلات القضائية قرب كفر سابا وسط إسرائيل. وأقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 64 صوتا بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية المثير للجدل والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا. ورغم الاحتجاجات الحاشدة اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أن إقرار القانون يمثل بدء إصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات، مؤكدا الاستمرار فيما وصفه بالإصلاح. بدوره رأى وزير العدل الإسرائيلي أن الكنيست اتخذ خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل. إنها بالتأكيد لحظة رائعة، لقد قمنا بخطوة أولى في عملية تاريخية مهمة لتعديل النظام القضائي وإعادة الحقوق التي تم سلبها من الحكومة والكنيست. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته نفذت عملية ديمقراطية تهدف لإعادة التوازن بين السلطات بطريقة لم تشهدها البلاد منذ 3 عقود على الأقل. اليوم نفذنا عملية ديمقراطية مطلوبة تهدف لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث على نحو لم يكن متوفرا في العقود الثلاثة الماضية والحكومات السابقة. اليوم الحكومة تستطيع قيادة الدولة وفق اقتراع الغالبية. تطبيق قرار الناخب لا يعني نهاية العملية الديمقراطية، بل هو المسعى الأساسي لها. لأهمية الموضوع عمل الائتلاف بكل الطرق للوصول إلى اتفاق مع المعارضة. وشدد نتنياهو على ضرورة إبقاء الجيش خارج النقاش السياسي، مؤكدا أن الدعوات للعصيان العسكري تمس بأمن بلاده. الجيش يجب أن يبقى خارج أي نقاش سياسي. الجيش الإسرائيلي يستند إلى جنود جيش الاحتياط المخلصين. الدعوة إلى العصيان العسكري أمر يمس أمن مواطني دولتنا. الحكومة لن ترضخ للعصيان العسكري ولن تسمح به. أناديكم إخواني ضباط الاحتياط، عليكم إبقاء الخدمة العسكرية خارج النقاش السياسي. بينما انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد القانون معتبرا أنه يحدث شرخا في المجتمع الإسرائيلي. هذه الحكومة المتطرفة تحتفل باللحظة التي أنهت فيها الأخوة التي تجمع الشعب. يحتفلون باللحظة التي تمكنوا فيها من إلقاء ما يجمعنا في سلة مهملات التاريخ. هذا دليل لم يسبق له مثيل على ضعف نتنياهو. لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. لقد أصبح نتنياهو دمية في يد المتطرفين المتدينين. تحطمت طموحات مئات آلاف المعارضين لقانون حجة إلغاء المعقولية على لوحة الكنيست هذا اليوم، والتي أظهرت أن 64 عضو كنيست أيدوا قانون إلغاء حجة المعقولية مقابل 0 من الأصوات عارضت إلغاء هذا القانون، وذلك بعد فشل الوساطات التي قادها الرئيس الإسرائيلي ورئيس الهستدروت في محاولة لجسر الهوة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة طيلة 3 أيام سابقة. من محيط الكنيست في القدس، خالد القاسم، الحدث.
كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن وجود مصارف عراقية وأردنية على استعداد لشراء بعض المصارف اللبنانية. وأوضح فتوح أن بعض المصارف العربية مهتمة بشراء مصارف لبنانية لا تعاني من مشاكل كبيرة واحتياجاتها غير مرتفعة، معتبرا أن دخول مصارف أجنبية إلى أي دولة هو أمر صحي لأنه يخلق منافسة لتقديم الخدمات المصرفية. ماني جاي إذا حدين، أنا زلمي صاحب حق وبدي مصرياتي، ما بحياتي أزايد حدين. هيدا مدير البنك قاعد قبالي، مدير البنك قاعد قبالي، وممنوع يطلع، ممنوع يطلع من أوضته مدير البنك، ممنوع يطلع من أوضته أبدا أبدا لو مهما كلف الأمر. أنا اليوم محاصر هوني جوا ومش طالع غير ما ياخذ وديعتي لو على جستي. توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي أن يستمر تأثر سعر الصرف في العراق جراء عقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 14 بنكا في العراق، مضيفا أن ذلك سيخلف أثرا سلبيا على سعر الصرف. هذه العقوبات تؤثر سلبا على سعر الصرف، لأنه 14 مصرف يعني وفق تصريحات البنك المركزي تستحوذ على 8% من مبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية، لكن هي بنفس الوقت هي واحدة من المصارف المهمة والتي لديها شركات صرافة في تمويل السوق النقدي ولديها مشتريات بالسوق النقدي، وبالتالي أنا أعتقد أن إخراج هذه المصارف 14 مع الأربعة السابقة مؤثر سلبا، لأنه قد يتضامنون فيما بينهم ويؤثرون في عملية المضاربة على سعر الصرف. في أفغانستان لقي 22 شخصا حتفهم وفقد 40 آخرون بسبب الفيضانات المفاجئة في عدة مناطق، وما زال أهالي الضحايا يبحثون عن مفقودين علقوا تحت أوحال طينية يبلغ سمكها مترين. مراسل العربية عبد الله نادر زار المناطق السكنية المتضررة. مولى الدين يراقب من بعيد ويحدق في منزله الذي أغرقه سيل عارم ما أدى إلى مقتل عدد كبير من أقاربه. استيقظت من النوم فجأة على أصوات النساء والأطفال، استطعت إغاثة 6 منهم، أما الباقون فلم أستطع إغاثتهم، فدخلت عليهم المياه إلى غرفهم وماتوا جميعاً. سيف الله يقلب صور أطفاله الثلاثة في هاتفه، فقد وارى جثمان ابنه وابنته وهو ينتظر سماع صوت ابنته البالغة من العمر 3 سنوات والعالقة تحت أوحال يبلغ سمكها مترين. دخل السيل منزلنا في تمام الساعة 2 ليلا وكنا جميعا نياما، لم يتم إشعارنا بقدوم السيل مسبقا، باغتنا السيل ولم تكن عندنا فرصة إغاثة، أحاطت بنا المياه من جميع الأطراف. بحسب مكتب حاكم إقليم ميدان وردق فقد خلفت الفيضانات الأخيرة أضرارا مالية جسيمة، فقد ضاعت ثروة النظر محمد المالية كلها وتحولت جوالات القمح والإسمنت إلى أوحال. نطالب المؤسسات الإغاثية بتقديم دعم عاجل لنا، فإن معظم البضائع التي كانت في دكاني ضاعت كما ترى. هنا في منطقة جلريز الدمار واسع النطاق، مئات المنازل وآلاف الأفدنة الزراعية قد دمرت، وما يزيد المأساة فداحة عدم وصول المساعدات الكافية لهؤلاء المتضررين. عبد الله نادر، الحدث من مقاطعة ميدان وردق.
لم يبقى سوى التذكير بأنه يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.